السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. التلات كالعاده، يوم الاكل الشعبي، يوم الحاجات الحرشه شويه. الواحد بيحب دايما يعني كل اسبوع يحافظ على اليوم ده. الحاجات دي بتبقى فيها كده يعني تجريد ريق، هو ده المطلوب. بصراحه انا من الناس اللي ما احب اكل اكله حرشه كده، احب اسمع اسمها الاول او احب اشوف طريقتها عامله ازاي. الاهم ده كله ان هي تكون معموله، يعني اكيد كل مره لازم نغير في التتبيله، نغير في الخلطه. الاكل ثابت ولكن دايما بنحاول نغير كل مره مع حضراتكم بشكل يكون بسيط ولطيف ونظيف، ده مهم جدا بالنسبه لي. الاكل الشعبي بتاعنا دوت لما بيتعمل كده او بتكلم عنه الاول، زي ما انا هتكلم، بس انا بحب اقول كل حاجه بصراحه. رغيف الكبده برده مع الجرجير وحبه طحينه على الوش، انا لو اتقال لي الكلمتين دول لازم اكل. لو عجبني الكلام هاكل على طول من غير ما اتكلم، من غير ما اطول على حضراتكم في الكلام. عندي النهارده ان شاء الله يعني اول حاجه عندي كبده برده، بس بخلطه مختلفه تماما عن كل مره. هنعملها النهارده مع حضراتكم بالهريسه مع ميه البصل. الطبق الثاني عندي طاجن سجق هيتعمل بالخضار. الطبق الثالث عندي مخ بانيه، هنشوف بيتعمل ازاي بالفيجيتار، مع كمان البيض مع اللبن مع البقسماط، هيتعمل برده بطريقه حلوه جدا. الطبق الثالث عندي، طبق رابع عفوا، عندي سلطه لسان عصفور بالكبده، كلنا عارفينها اكيد هي بتاعه الاكله دي. وعندي كمان حبه سلطه الطحينه هيتعملوا بالبقدونس وفلفل حار. على ما اعتقد يعني اكله حلوه جدا بسيطه. عندي طبعا سبت العيش الحلو دوت، عندي جرجير، عندي حاجات حلوه جدا تفتح النفس، هو ده المطلوب. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل مع حضراتكم ونبدا نخش في الاكل الشعبي ثم الوصف. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكل شعبي، سندوتشات كده حلوه لطيفه جدا. دايما المحلات دي بتبقى ليها تخصص كده وليها مزاج شويه، واكيد الحاجات دي اللي يعملها في البيت زي ما احنا بنعملها النهارده كده، لما بيروح للمطعم او المحل اللي هو عارفه من سنين في المكان اللي هو عارفه في حته، ايا كان بقى في حته، في حد عنده ياكل سندوتش المخ البانيه، سندوتش الكبده برده، سندوتش مش عارف ايه، الحاجات دي تبقى ليها طعم كويس قوي. في محلات تانية دي سكه، وفي محلات تانية بتعمل برده الكبده والمخ والجمبري بس. ثلاث سندوتشات دول ما بيعملوش سجق، ما بيعملوش كبد اسكندراني، ما بيعملوش طاجن مش عارف ايه، هو ده بس. سندوتش جمبري كده محمر بالدقيق فقط لا غير، وقرن فلفل حار وحبه جرجير كده في اللقمه، وتاكل وتتبسط. وفي نوع تاني من فكره البانيهات، فكره المخ مش بانيه معمول ببقسماط ودقيق وبيض، لا بتعفر بس بالدقيق ومتحمر وبيبقى كريسبي وليه مزاج عالي قوي برضه. خلينا النهارده نبدا بحضراتكم ان شاء الله في اربع اطباق اسهل من بعض. هبدا الاول اتبل الكبده واسيبها شويه عشان برضه تاخد وقتها، لان الكبده طبعا لازم تشرب شويه من التتبيله. وبعد كده نخش على طول مع حضراتكم على المخ عشان يبدا يتسلق ويطلع يبرد في التلج. هنشوف واحده واحده مع حضراتكم ان شاء الله فكل حاجه بنتكلم عنها بشكل واضح، بشكل بسيط نظيف، ده المهم من اي حاجه في الدنيا. الكبده اي نوع كبده، بس اهم حاجه تتقطع تكون رفيعه جدا مورقه شويه عشان تبقى معايا بسرعه، عشان كمان لما تنزل تتحمر تستوي بسرعه معايا في الزيت السخن اللي بيغلي، عشان تاخد الصدمه تطلع على طول على مناديل. هنخش نشتغل على طول واحده واحده. نجيب الاول بوله، بسم الله، ونتبل الاول حاجه بشكل بسيط جدا. قلت النهارده لحضراتكم من شويه هنتبل النهارده فكره الكبده برده بتتبيله مختلفه عن كل مره. هبدا اجيب عندي ميه بصل، بواشر بصلتين واخد منهم الميه فقط لا غير. عندي كمان هريسه، الهريسه دي بتبقى ليمون وتوم، ادي معلقه ادي اتنين ليمون وتوم وفلفل حار طبعا. وعندي هنا ميه البصل كده اهو، حلو الكلام. وهبهر حاجتي واحده واحده مع حضراتكم بحبه كزبره ناشفه، بسم الله كده اهو، وحبه كمون وحبه شطه وحبه بهارات مشكلين، فلفل اسود طبعا اكيد عشان الزفاره كده اهو، حلو الكلام. لحد كده احنا زي الفل جدا. وحبه ليمون، عصير ليمون، وبلاش نحط خل ما دام حاطين ليمون. وعندي هنا حبه بذور حبهان، شايفهم يا حماده؟ استنى اطلعهم بس من ايد الهون دي، كنت مفرومه من شويه. هناخد القشر عشان هنسلق فيه المخ، وناخد البذور دي، شايفها؟ اهي شايفها؟ اهي دي بذور حبهان مفرومه مع القرنفل، حبه صغيرين كده بس يدوني نفس كويس في قلب التتبيله بس. واجي اعمل ايه بقى الكلام ده كله؟ هقلبه تقليبه حلوه جدا كده اهو، ونحط طبعا الملح بتاعنا، نجيب حبه ملح بالمره عشان نتبل الحاجه كويس، ونبدا نقلبهم كويس بحيث الحاجه كلها تبقى واخده حقها في التقليب، ما يبقاش في حاجه لسه ما دابتش.
قلب كده اهو تمام. بعد كده هنجيب عندنا الكبده، اي كان الكبده بقى اللي هنشتغل بيها، كبده فروزن او كبده بلدي حسب اللي عندي، وتكون ورق زي كده شايف يا حماده اهي، ورق خفيفه جدا وبسيط اهي اه، وتكون فاتحه كده قدامنا تحس ان انت يعني تاكل حاجه وهي لسه ما استوتش اه كده اهو. ونبدا نحطهم كده مع بعض ونتبله، شايف التتبيله عامله ازاي يا حماده؟ وعندي كوبايه رده في طبق كبير، وبعد ما يتبله كويس هبدا افضيها من التتبيله واحطها عندي في الرده واسيبها شويه في قلب التلاجه. ليه يا سيدي؟ عشان تتشمع شويه. يعني ايه تتشمع؟ عشان لما بس اجي انزلها على الزيت تبقى ماسكه نفسها شويه، طبعا تقليب الخلطه معاها تبقى حلوه كل حاجه، بس لما ندخلها بالرده او بالدقيق او بالبقسماط يخش جوه التلاجه يتشمع، تحس تمسك نفسها شويه. طيب ده اول حاجه. الحاجة التانية عندي حلة فيها مية بتغلي كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، وعندي مخ كامل. حلو الكلام. الحلة اللي بتغلي دي هحضر لها حبة حاجات كده صغيرين جدا هقطعها قدام حضراتكم الأول قبل ما نشتغل فيها عشان نبقى عارفين بنعمل ايه. عندي ليمون، وعندي حبة الأعشاب الحلوين دول شايفهم يا حمادة اهو، تعالى معايا هنا هقطعها كده، ركز معايا شوية. وعندي هنا بصل اهو، وعندي كرفس وجزر، كل حاجه قدام حضراتكم هنقطعها بحيث تبقى واضحه ومفهوم ده لايه الموضوع. الموضوع عندي استنى اشوف بس في بصلايه وقعت شيلها على جنب، بس عندي حبهان، ورق غار مطحون، قرنفل، ليمون، بصل، جزر، توم، كرات، كرفس، والمخ. حلو الكلام، كلام جميل جدا لحد دلوقتي. هبدا هشتغل بيه بايه بقى؟ السلق. سلق المخ سهل جدا، ولكن اهم حاجه واحنا بنسلق الحاجه تكون متبله كويس واخده نفس كويس، عشان خاطر دي التتبيله الاولى والاخيره لفكره السلق بتاع المخ، مش هيتبل تاني خلاص. يلا بينا يلا بينا. هنجيب عندنا الكرفس كده اي تقطيعه في الميه اللي بتغلي دي، مع البصلايه دي كلها والجزر والثوم، كله قدام حضراتكم بشكل بسيط جدا وسهل. عشان تاخدي حاجه تبقى طعمها حلو ونظيفه لازم نقسم صح. الليمون طبعا عشان الزفاره، وحبه الحبهان المطحونين وقشرهم ده مطلوب جدا. هجيب عندي المخ مقطع كامل مش متقطع، حلو الكلام، وهبدا هسقطه سقطه كده حلوه ياخد غلوته. قد ايه بقى في الغلوه دي؟ والله مثلا نديله مثلا 10 دقائق في الغلوه، بقى نطلعه هنشوف هنعمل في ايه واحده واحده. المية بتغلي، اهم شيء المية تكون بتغلي عشان عايز صدمة من المية السخنة دي، وانبهارة كمان بحبة ملح. شوف اهو حلو الكلام، وسن فلفل ابيض. شوف ماشي الكلام. عايزين نجود نحط زعتر ومش عارف ايه، خليه بعدين سيبه، انا هقول لكم احط زعتر في حتة واحدة واحدة. ادي عندي الدنيا تمام، غليان تمام زي ما انا عايز. بسم الله. ادي المخ يا حمادة شايفه اهو كامل اهو، شايف؟ بسم الله. شم ريحة الليمونة دلوقتي وريحة التوم، كله بيبان، يعني كل حاجة باينة جدا من المية اللي قدام حضراتكم دي وهي بتغلي كده وتسوي لي حاجة. هحضر بعد كده إيه بقى؟ عشان لما أطلع المخ ده وأقدر أقطعه تقطيعة محترمة وأبدأ أشتغل بيه في فكرة البانيه، عشان أعديه على البيض مع اللبن مع الدقيق مع الفيجيتار وأبدأ كده أحمره، يعني دي تركيبة كبيرة جدا، فلازم الحتة تكون ماسكة نفسها. طب هنسويها إزاي؟ مبدئيا ما بنسويش تسوية كاملة، يعني بنسويها ثلاث ارباع تسويه، ويكونوا حريصين جدا واحنا بنسويه عشان برضو هطلعه من الميه السخنه دي في تلج. يعني هجيب عندي كوبايه بوله فيها تلج وهنبدا نشتغل بيه، بس الاول ياخد غلوتين كده وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه واحده واحده. طيب وانا شغال الحله دي اللي هعمل فيها السجق، هعمل السجق المره دي مش زي كل مره، هنشتغل بيه عادي جدا، نعمله طاجن يخش الفرن او نعمله في الصينيه قدامنا لو حبينا براحتنا واحده واحده. مقاديري عباره عن ايه؟ فلفل حار، طماطم وبصل وفلفل اخضر، توم وشكر، يعني مفيش حاجه ثانيه خلاص، متشكرين. تعال اقطع السجق عشان عايز اقطعه النهارده مش هشتغل بيه زي ما هو كامل. جايب عندي ربع سجق برده لطيف كده، وانا نص كيلو حسب طبعا الكميه، ويتقطع وهنطبخه الطبخه بتاعتنا بطريقتنا عادي جدا مفيش اي تغيير. كده اهو. ادي عندي السجق الشرقي، حاول دايما واحنا بنشتري السجق الشرقي ده نجيب من مكان يكون نظيف موثوق فيه،
تحس ان الحشو مش متشاف، الحشو ما بيبقاش متشاف، بيبقى شكله بس كده زي ما حضراتكم شايفين متكتف في بعض. ولكن الافضل واحنا بنشتري نكون يعني بنجيب الحاجه من عند حد يكون موثوق فيه. اهو قطع كده كده اهو، تقطيع حسب اللي احنا عايزين نعمله يعني براحتنا. بعض الناس لو حابه تعمله كامل براحتنا، بس انا بعمله كتير جدا كامل. النهارده اكيد مش هيبقى زي كل مره، حتى في الخلطه هنكون برده مختلفين بحيث الواحد ما يبقاش بيكرر التتبيله، يحس ان كل مره بناكل نفس الطعم، كل مره نفس، لا لازم تغيري في كل حاجه بحيث الحاجه تبقى معاكي تمام تمام. من غير زيت ولا حاجه خالص، بجيب عندي السجق بنزل بيه على الطاسه السخنه دي. بسم الله. حلو الكلام، سيبه شويه يعني، هو ما فيهوش حاجه خالص غير بس احنا نسيبه شويه. وانا بسيبه شويه دي هديله عندي قشر، ده يا حماده شايف القشر بتاع حبهان ورق الغار ده على الوش. اديله تقليبتين حلوين كده عشان يجيب الدهون بتاعته منه فيه. شايف يا حماده بدا يجيب الدهون اهو واحده واحده من غير زيت ولا اي شيء خالص. هنا اخبار الدنيا ايه، خلينا نبص عليها برده بصه. شغال وزي الفل اهو. ريحه زي الفل. اهم حاجه زي ما قلت لحضراتكم من شويه، الروائح مهمه جدا في اي حاجه من الطبخه دي كلها. اهو السجق، قلب فلفل كده ينزل منه شويه الدهون دي كلها اهو. وهبدا كالعاده هعمل في الحركه بتاعتنا بتاعت كل مره، نديله نص سلقه وهو شغال يشيل الدهون دي خالص. يا ام مريم صباح الفل يا ماما. ازيك يا شيف علاء؟ اهلا بيك يا ام، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تحت امرك. انا معجبه جدا بالبرنامج وقد ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. منك اكلات جميله جدا. اشكرك. انا بشكرك على اللي بتقدمه لنا. ربنا يخليكي. امام بس عايزه اقول اهداء. اتفضلي يا ام مريم. انا من فانز ريهام سعيد، بقول لها انت وحشتينا جدا من الاسبوع اللي فات. وهي مش هوا، فبقول لها وحشتينا جدا والف الف مبروك عن افضل مذيعه، هي تستحقها وبجداره افضل مذيعه والمركز الاول ليها هي وبس، افضل اعلاميه وهي افضل اعلاميه لمدى الحياه، لانها هي اللي استحقت هي تبقى المركز الاول. اشكرك، شكرا جزيلا لحضرتك، الرساله وصلت للاستاذ ريهام سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك. شعور جميل جدا من حضراتكم، ربنا يا رب يديم محبه دايما ما بينكم وما بين كل الناس بتحبوها. ده بيتسلق نسيبه خمسه يعني، بس خمسه كده اشيل منه. شايف المنظر الدهون لما حط حبه الميه هنصفيها نشتغل من اول وجديد عادي جدا، اذا كان كامل او متقطع حسب اللي عندنا. المخ عندي خلاص، هبدا اجهز له بقى دلوقتي الحله الثانيه اللي فيها تلج. تعال جنب التلج. قال التلج، بص يا حماده كده التلج اهو شايف. جربوا الطريقه دي سهله جدا وبسيطه، هتكون ليها لازمه. هيكون ليها لازمه. ادي التلج وادي ليمون في قلب التلج، وادي حبه زعتر حلوين كده فريش، لو مش موجودين برده ممكن نستغنى عنهم بحبه ورق غار، حبه الحبهان، حاجه بس تديني نفس كويس وتبقى فيها ريحه حلوه كده، يعني لما يطلع ده من ده يبقى فيه نفس. احط حبه ميه صاعين، تمام. ادي الميه الساقعه بالتلج، وادي الميه السخنه اللي فيها المخ. ركز معايا يا حمود. صف كويس، بص منظر المخ عامل ازاي، لسه ما اشتغلناش لسه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا. شايف التلج فوقيه كده، اللي تشك ده يخلي معاك الحاجه تكون ماسكه نفسها زي ما هي كده بس كده. ونشيله شويه من على النار خالص، حتى لو نحطه في الثلاجه ما عنديش مانع، او في حته بعيده شويه بحيث يكون واخد حقه في الصدمه الثانيه. يعني الصدمات دي بتفرق في ايه بقى؟ بتمسك في حاجه تخليها قوامها كويس. لو بعمل خضار وباخده سلقه سوتيه عشان اشتغل بيه الصح والمظبوط، ما طلعوش من النار خضار السوتيه، ما طلعوش من النار واحطه في الطاسه مثلا اعمله بالزبده او بالزيت. صح نطلع خضار السوتيه عشان احافظ على لونه وحافظ على قوامه وشكله وكل حاجه وفايدته كمان، انزله على طول من النار في كوبايه تلج زي دي بالظبط، يعني خضار عامه. دي طريقه مش طريقتي،
طريقة ستاندرد بروفيشنال من الشيفات الأجانب والناس العالميين، مطابخ قديمة جدا ستاندرد، أي حاجة لها علاقة بالتشوك في صدمة المية السخنة كسل أولى بياخد لازم بعديها التلج، معروفة ما فيهاش كلام ومش باختراعي. هرجع للسجق نصفيه. نعم الحاجة هيام، صباح الفل يا ماما. صباح الخير، أهلا بيك يا ماما. ازي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة ماما، ربنا يخليك. وحشتني ما قلتها لكش بمولد النبي. كل سنة وانت ربنا طيب. ربنا يخليك يا أمي، ما احناش منك يا رب دايما، ربنا يعزك. ازيك يا شيف، ازاي صحتك؟ الحمد لله يا أمي والله كله زي الفل. أسرة كريمة، كل سنة وانت طيبين. وحضرتك طيبة وبخير دايما يا ماما، ربنا يخليك. العود عليك بخير يا حبيبي. اللهم أمين يا رب، احنا وانت يا رب وكل الناس يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. طمني على صحتك انت، أهم حاجة عاملة إيه؟ الحمد لله، الحمد لله. تستاهل الحمد يا أمي. تستاهل الحمد. ربنا يخليك. أنا طالبة منك طلب. تأمريني يا ماما. تبعت لي اهداء للحاج النهارده عيد ميلاده. يا سلام. طب انا جاي لك لحظه واحده، ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. اتفضل. لحظه واحده. الحاج النهارده عيد ميلاده. اه. الحاج اسمه ايه بقى؟ محمود ابراهيم. الحاج محمود ابراهيم، كل سنه وانت طيب. يا رب. النهارده هيتم يعني 59 سنه يعني. 59 سنه ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه، لسه في عز شبابه، وربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يخليكم لبعض دايما يا رب. يا رب يخليك يا شيخ. ربنا يخليك يا شيخ اولادك يا رب. واتمنى كده يا رب بحق يا نبي تكون في احسن حال. ربنا يخليك يا امي. اسمع صوتك على طول. ربنا يخليك يا ماما، بشكرك جدا لاتصال حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك، وتاني مره كل سنه وحضرتك طيب الحاج محمود. شكرا. طيب سلقنا، حاضر هطلع لك فاصل بس لحظه واحده. سلقنا السجق سلقه حلوه، هو هيبقى مفروم يعني، هو السجق انا مقطعه. هنعمل ايه في السجق ده؟ نجيب عندنا سنه زيت بسيطة، تسخن في الطاسة، وشفت قد ايه السنة؟ مش كتير. وهبدأ هشوح فيها الأول البصلية دي براحتها خالص، أنا بستفيد بس بالفصل اللي هطلع فيه أشوح فيه حتى البصلية دي، وبعد كده هنرجع من الفصل نبدأ نطجنه ونشتغل فيه إن شاء الله واحدة واحدة، ولكن بعد الفصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على حبه اكلات شعبيه كده، يعني شوحنا البصلايه زي ما قلت لكم من شويه مع قرن فلفل والسجق، خلاص خدنا تسويه حلوه منه. هنبدا نشغله دلوقتي، نقفله. بحمر قرن فلفل كده حلوين في الزيت النظيف لسه قبل ما نحمر اي شيء، برضه ينفعوني في اخر الطبخه. بينفع فلفل حار او فلفل رومي، بيبقى لطيف جدا. نشيل منه البذور بس عشان ما تتحرقش في قلب الزيت، ونحمرهم كده على السريع كده. نبدا نشتغل منها، بنتست او بنقيس درجه الحراره بتاعه الزيت، نعرف احنا ماشيين مظبوط ولا لا، ومنها برضو يعني بنكسب فكره ان احنا نحمر الحاجه قبل ما يبقى الزيت مش نظيف. وهنحمر كمان المخ قبل ما نحمر الكبده، عشان الكبده فيها رده، والرده طبيعي هتنزل من الكبده، عوارب برضو ما تبقاش لطيفه في قلب الزيت، يعني تتحمر بسرعه وده حاجه مش حلوه. هرجع تاني للسجق. البصلايه زي ما حضراتكم شايفينها اهي اتشوحت، طماطمايه اهو، يبقى طماطمايه، فلفلايه، قرن فلفل حار، السجق بعد ما استوى ينزل كده على طول يتقلب معاهم، معلقه ثوم حلوه مفرومه. ناخد بالنا طبعا الفلفل الحار لازم نديله غزه كده بالسكينه عشان لا قدر الله ما يترقعش بس واحنا شغالين. معلقه ثوم حلوه كبيره كده، وهقلب كويس جدا السجق مع الخضار اللي انا حطيته اهو كده، وبهاراتك اجيب عندي حبه كزبره ناشفه، جربوا الطريقه مش هنخسر حاجه، حبه ملح وحبه بهارات مشكلين وحبه كمون، وبلاش شطه احنا حاطينه، فلفل اسود طبعا، وتقريبا تقليبتين كده حلوين اهو. مش هحط عليهم عصير طماطم، انا عندي طماطم فريش موجوده كده كده. هرفع بالمره الحاجات دي بقى عشان ابدا اخش باللي بعده اهو. فلفل متحمر تحميره لطيفه، مش شرط يكون ناشف بقى وخليه غامق، لا خلينا كده زي واحنا كده زي الفل قوي. صفي على برده المنديل اهو. حلو الكلام. تعال نشوف اخبار المخ ايه. ده خلاص برضو خلصان اهو، نلم كل الجوانب. سلام، لو حبينا نحط جوزة الطيب كده على الوش في الاواخر، سنة كده بسيطة
تبقى ليها نفس كويس قوي. ده كده زي الفل، ما نزودش عليه اكتر من كده. تعال خش على المخ نبدا نشوف هنعمل ايه بعد ما احنا سلقنا وحطينا في الميه الساقعه والتركيبه دي كلها. خلينا نشوف الوضع. هنجيب طبق فاضي، لحظه واحده، حاضر، طبق فاضي، لحظه واحده. عشان نقطعه ونحط عليه. يا مها صباح الفل يا فندم. صباح النور يا شيخ. اهلا وسهلا بيك يا مها، ازيك؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احنا حضرتك بنحبك قوي على ربنا فيك. يخليك، ده من ذوق حضرتك يا مها، ده انتوا احسن. ماما بتموت فيك. شرف ليا، شرف ليا والله العظيم. ربنا يخليك يا مها، ربنا يخليك. قولي لي يا مها، انتوا عاملين اكل ايه النهارده؟ احنا النهارده عاملين صينيه بطاطس باللحمه. اللهم صل على النبي، بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا. تحت امر حضرتك. بس كانت محتاجه الوصفه بتاعت الكبده اللي حضرتك لسه عاملها. بتاع ايه يا فندم؟ الكبده. الكبده برد عينيا الاثنين. حاضر حاضر، تحت امرك يا ماما. حاجه ثانيه؟ بشكرك. ربنا يخليك. بس انا كنت محتاجه ان انا اقدم لمامتي على عمره. يا حبيبتي وماله، برضه مع زمايلي في الكنترول. تحت امرك يا ماما. حاضر، صباح الحاج كتير جدا، شكرا جدا لحضرتك. طيب هرجع تاني، امسك سكينه، طلعت المخ من التلج بالسكينه كده. بص يا حماده اهو، بسم الله اهو، شوف كده اهو على طول اهو، شايف؟ طعم بالشكل ده، بص شايف اهو. مش هيعمل كده غير ما نعمل كل اللي عملناه ده كله بشكل يكون واضح وبسيط اهو. بص، خلي حتى الرفيع يتقطع رفيع عشان لما يخش على التحمير ما يبقاش الموضوع معايا يعني مش ماسك نفسه اهو، شايف؟ اهو. ودي كمان اهي الفص ده، نعمل كده. بص عشان تعملي كده اللي في ايدك ده كله والمخ في ايدك يبقى ماسكاه كده وماسك نفسه، يتعمل كده بص بقطع ازاي؟ ورق ده كله كده في منتهى البساطه اهو. حاضر كده اهو. ابو حميد من دمياط، صباح الورد. صباح الورد عليك. اهلا بيك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ بحضرتك الحمد لله. اهلا وسهلا بيك واهل دمياط. جدا جدا يا شيف والله. ربنا يخليك يا ابو حميد. بنتفرج عليك كاننا قاعدين في بيتنا والله. شرف ليا والله العظيم اكون واحد منكم. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمك ويديك الصحه وتفضل تدينا كده حاجات جميله كده. ربنا يخليك يا ابو حميد، كلامكم كويس يا بتوع دمياط، حلوين انتوا، بشكرك. ربنا يخليك. تحت امرك يا فندم. الامر اللي احنا عايزين بس ان نشوفك دايما بخير، وبعد اذنك نقدم اهداء للمدام. يا حبيبي اتفضل اتفضل اتفضل. عايز بس ربنا يبارك لي في ابن مالك، هو شهور ويبقى عنده 3 سنين. الله اكبر، ربنا يحفظه لك يا رب وتفرح بيه دايما يا رب، هو عريس. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يخليه لك يا ابو مالك. ربنا يبارك لي فيها ان شاء الله. يا رب يا رب، ودي المحبه يا رب دايما ما بينكم يا رب. ربنا يخليك يا شيخ. بشكرك، شكرا جزيلا ليك يا ابو مالك يا قمر بتاع دمياط، شكرا جزيلا. طيب هرجع تاني سريعا كده، خلاص قطعنا المخ. بص المنظر اهو، هو ده المخ اللي كان موجود اللي احنا جبناه وسرقناه الاول. بس ريحته دلوقتي، عايز حد يعني، يا ريت الكاميرات دي، انا دايما بقول لنفس الكلمه، يا ريت الكاميرات دي بتشم عشان نبقى واضحين اكتر والصراحه تبقى احسن كده. احنا زي الفل. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ جاوب بقى براحتك. حبه فلفل ابيض كده على الوش او اسود، ده اسمه تجويد، سنه كمون بسيطه مش كتير، سنه شطه، شوف ده كله حاجات بتاعتنا احنا على مزاجنا احنا، حبه بهارات، احنا متبلين كل حاجه بس برضه بنجود، سنه ملح بسيطه كده مش متشافه، سنه جوز الطيب، روق بمزاجك قوي. تمام تمام كده، لحد كده احنا زي الفل جدا. طيب الزيت شغال تمام جدا. هنجيب عندنا الاول، بسم الله، نجيب الاول البيضتين دول مع حبه اللبن دول، كلام جميل، مع سنه فلفل اسود على جوز الطيب، مضرب هما مكانهم كده حتى اهو. ادي البيض مع اللبن ده الطبيعي، تمام تمام. وهجيب عندي اول الكلام عندي كده بشكل بسيط جدا. شوف 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 دول ايه دول؟ بص الاكل يحب الدماغ اللي مزاجنا. دول ايه دول يا حماده؟ حبه ميه بصل اهم، شايفهم؟ مش هيقولوا لا يعني، على وش التتبيله. دول باقيين من امتى؟ باقيين من الكبده لو انتوا فاكرينها. هجيب عندي كده، بص كده حماده، واحده واحده. بص شايف حته المخ عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهو. واروح اعمل كده وراس عشان بس ايه ما بهدلش الدنيا كلها مره واحده كده اهو.
كده اهو شايف اهو ادي المخ اللي احنا سرقناه مع حضراتكم. نديله عندنا تعفيره الدقيق بالشكل دوت اهو، والناحيه الثانيه كده اهو اهو حرص طبعا، يعني ده حاجه ضعيفه جدا، مش صح ان احنا نمسكها بعنف او بقوه عشان ما تتهريش مننا. عملنا كده بس اوصح لك كده عشان اجيب عندي المرحله الثانيه من البانيه كده اهو. يبقى الاول الدقيق، بعد كده البيض واللبن، بعد كده عندي سيرفيز لطيف احط فيه كوبايه فيجيتار، امسك حته المخ كده وافكها كده من الدقيق شايف اهو شايف، واروح عامل ايه منزلها كده ماسك في ايديا كده اهو، طالع تاني ورايح فين هنا اهو اهو تاني كده اهو كده، واروح عامل كده شايف، واروح طالع على البقسماط نكملهم بالمره اهو كده اهو واحدة واحدة، مش مستعجلين على حاجة. في الحاجات دي بالذات لازم تتعمل بمزاج، لأني ما بناكلهاش كل يوم، ولما بتتاكل لو ما اتاكلتش صح عادي جدا. أنا واحد من الناس أنا بحب دايما أكون بس في الحاجات دي شوية إيه بكلم بجراءة شوية، بقفل منها والله العظيم لو ما أكلتهاش أول مرة كويسة أو ما شمت لها ريحة أو اتعملت كده ولا كده ما أعرفش أكلها، ما أعرفش أكلها خلاص يعني والله لو مين انتهت الأمور. فليه نعملها أحسن بحرص ونقلب كده أهو اهو وش ونهر كده اهو كده اهو، حاجه متبله كويس وتمام التمام حلو كده. نجيب لها طبق بقى عشان نطلعه منها وندخل التلاجه. الزيت شغال زي الفل، نشيل بقى كل الكلام ده كله، البيض ده كله والدقيق مش محتاجينه، ونيجي عندنا هنا على اللي احنا عملناه، نشتغل من اول وجديد. بص كده اهو كده اهو كده، ونحط حبه بقسماط الاول كمان اهو، ادي المخ الباني اهو كده اهو. طبعا حضرتك تعملي في البيت ده احسن مني 100 مره، انا بس حبيت اوضح الطريقه مش اكتر، ودايما بحاول يعني اوسط الامور بشكل يكون سهل كني انا هعملها انا كمان في البيت اهو. تمام جدا، حبه كده على الوش حلو الكلام، ونشيل كده الحاجات دي من هنا كده عشان اوسع لكم عشان نخش في اللي بعده. عندي نوعين سلطه حلوين جدا، سلطه لسان العصفور مع الكبده، طبعا دي ما فيهاش هزار، ده يروح على فين؟ على الثلاجه يتشمع شويه. يا مدام هدى صباح الفل يا فندم. صباح النور يا هدى. اهلا صباح الخير يا فندم. الحمد لله يا ماما، اخبارك انت عامله ايه؟ اول مره اكلمك الحقيقه. ده شرف ليا يا ماما والله. الله يخليك. ربنا يخليك يا امي، اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. انا كنت عاوزه بس ليا سؤال، عايزه اعرف الكبده اللي تبلتها. الايه يا فندم انا اسف؟ لاني ما فتحتش من الاول. ايه اللي حضرتك عايز تشيل تعرفيه؟ الكبده، تبلت الكبده. تبلت الكبده، حاضر يا ماما، عليا الاثنين حاضر. اه وفي حاجه كمان. اتفضلي. المخ. ايوه. انا بعمله بالرز. بالبشاميل. بالرز والبشاميل؟ اه. طب علميني ازاي؟ المخ يتسلق زي ما انت سلقته كده. تمام. ويتقطع. جميل. وتكون عامل شوية رز بس حاطط فيهم حتة مستكة وحتة حبهان. حتة مستكة وحتة حبهان. اه وتفلفل الرز عادي. عادي جدا، تمام. وبعدين تحط الرز. ايوه. طبقة رز، طبقة مخ، طبقة ترش عليها شوية جبنة. شوية جبنة؟ اه. تمام. وملح وفلفل. تمام. وتحط لو تحب طبعا اسمه ايه ده؟ البتاع اللي اسمه ايه ده؟ كريمة؟ كريمة لباني؟ شوية بسلة. شوية بسلة، تمام. وبعدين تحط طبقة المخ تاني، تعمل شوية بشاميل حلوين. حلو. تحطهم على الوش وتحط شوية جبنة وتدخلهم الفرن. ده كلام كبير قوي ده. اه. كلام كبير وما بيهزرش. ايوه. لا نعملها ان شاء الله على طريقة حضرتك، حاضر يا ماما تحت امرك. هقول لك على طريقة الكبدة تاني، حاضر. حاجة تانية يا امي؟ شكرا. شكرا لحضرتك، بشكرك جدا، شكرا جزيلا. طلع عندي كده المخ اهو، بص المنظر.
طبعا حطيناه في التلاجة شوية، ده مخ تاني خالص غير اللي احنا عملناه دلوقتي. احب اوضح بس كل حاجة عشان بس ايه يطلع معايا كريسبي كده، لازما يتشمع شوية في التلاجة او الفريزر، يطلع معايا بص المنظر فراخ بانيه اهو كده اهو، نكون حريصين شويه واحنا بنطلع عشان طبعا ما يتهريش، لان هو عامل زي كده يعني ايه، بص ورق، بص المنظر، بص ادي المخ البانيه شايف اهو، ده اللي كان في ايدينا وحطيناه في الفريزر وطلعناه في التلاجه وبتاع اهو، طلع واحده واحده، هو بيشم النار وبيطلع على فكره، ما استناش لما محمر وغامق وبتاع، لا هو كده حلو قوي زي الفل، ان هو مستوي اوريدي احنا سالقين لو انتوا فاكرين اهو، طلع كده ونسيبه خالص وبعد كده نعمله ان شاء الله اللقمه بتاعتنا. مين يا فندم اتفضل. طب بخلص اللي في ايدي واطلعك فاصل. يلا حالا اهو كده اهو اخر واحده كده جميل حلو الكلام ده كده، ده لازم يتصفى كويس، بص الزيت ده شايف على قد ما اقدر احاول اصفيه تمام الكلام، وبعد كده هشتغل بيه الكبده. طيب عايز اشتغل في حاجه كده سريعه قبل ما اطلع الفاصل ده لسان العصفور عشان بس عايزه يسبك ياخد وقت شويه، حله سخنه اقل من دقيقتين، دقيقه واحده اطلعك فاصل، دقيقه واحده ممكن، هات التليفون اللي معاك ده عشان ما حدش يزعل مننا، مش عايز نرغي، انا عارفك عارفك. طيب ماشي هلم كده نفسي بس اول باول لما الحاله تسخن معايا، دايما الواحد يعني لما يحب يكون ايه كده على الرايق اسرع حاجه في الدنيا، بنعمل الحركه دي كالعاده لما يكون عندنا اكله كده ولا كده، نحاول نامن نفسنا بسنه خل بسيطه، جربوها برده هتلاقي المكان نظيف جدا جدا جدا، حتى البصله مش هتلاقيها على ايه الرخام او على السلستين، لازما كده اهو على السريع، وبمنديل دايما ما بننضفش بالطرشونه، خلينا احسن بالمنديل عشان ما تحسيش ان انت عماله ترجعي تاني هي الحاجه نفس الموضوع. نعمل كده بالمره ومخ سايبينه يتصفى. الكبده بعد ما تخش الفريزر تاخد وقتها او التلاجه برده بتتحمر، فضي شايف الكبده بسم الله كده، مش هحط كتير هحط بس ثلاثه ولا بتاع عشان ياخدوا وقتهم وتم التمام. طيب نرجع للحله السخنه اللي فيها لسان العصفور، انا بضحك يعني عشان المخرج بقى عايز يطلع فاصل وانا بقى عايز اعمل حاجات، فبحاول دايما الهيب اي حاجه عشان بس ايه اخلص اللي في ايدي. حته كبده صغيره جدا، بص يا حماده وما يكملش ربع كوبايه لسان عصفور، وبصلايه ناعمه مفرومه جدا، والفلفل الحار ده والبقدونس بتوع الطحينه دول نعملهم كمان شويه مش دلوقتي، معلقه طماطم بوريه مع حبه صلصه فريش مع معلقه هريسه، حلو الكلام. بصلايه الاول في الحله بسم الله اهي، ده خلصان، وفص ثوم، سنه زيت عادي، دي لسلطه لسان العصفور، سلطه لسان العصفور بتاعت الاكله دي بس، حلو الكلام. يتقلبوا على السريع اهو كده اهو، اول ما احس ان هو بدا يتبالوا شويه هبدا اجهز نفسي للكبده تتشمع معاهم، وعندي لسان عصفور متحمر اصلا فهيخش بس هيستوي من المرقه من عفوا صلصه الطماطم اللي هتحط عليه، بس لسان عصفور متحمر، اول ما احس بص فص الثوم اهو دلع مع حته الكبده دي اهو، حته كده خدتها من بتاعه الكبده برده بصراحه وقلت ايه هطعمها كده بالامور، وانا شغال سن فلفل اسود دايما او بهارات على الكبده وانا بشوحها اهو، مش عايزين نحط فيها بصل براحتنا، بس طبعا اهم حاجه بالكلام ده كله وانا شغال احط حاجتي على نار سخنه عشان تبقى معايا مفلفله كده شايفها، ما تبقاش بارده فتجيب ميه فتصفر الدنيا اهو كده اهو، تمام التمام كده وردي زي الفل، انزل عندي بلسان العصفور يسخن شويه عشان لما ينزل عليه الصلصه يبدا يتسبك وهو رايق، فص ثوم، نص بصله صغيره جدا، وحته كبده وحبه لسان عصفور صغيرين، ابدا انزل عليها دلوقتي كمان بمعلقه لسان معلقه صلصه طماطم كده اهو، يتقلبوا مع بعض كده اهو، الريحه بدات تظهر، ابص بص على الكبده وانا شغال كله مع بعض في نفس الوقت
شايف الكلام؟ لسه شويه عليها، اديها سنه كمان تبقى، انا عايز تبقى طالعه مستويه صح. هنا عندي عصير الطماطم ينزل، بسم الله كده اهو، وهنبهرها ببهارات الشرق بتاعتنا. انا كده ممكن اطلع فاصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه معانا ام هنيه. طيب كنا قبل الفاصل شغالين على الكبده، طلعنا والمخ طلعناه، والسجق بسخنه كده عشان بس اقفل بيه دلوقتي، والسلطه خلصانه. بص السلطه عامله ازاي، تعالى نغرفها من بره اهي اهي اهي. ادي سلطه لسان العصفور بالكبده اهي. كلام جميل، كلام جميل. ونجيب لها كمان حبه بقدونس حلوين كده، تطلع على طول على المائده سلطه الكبده بلسان العصفور وعصير الطماطم اهي. المخ زي ما حضراتكم شايفين طالع على الجرجير بعد ما طلع على فكره المناديل، ده مهم جدا اي حاجه لها علاقه بالمقالي. وعندي ده كمان يطلع، الله اكبر على الريحه، منتهى البساطه. و ده ممكن نعمل اللقمه يلا بالمره، بسم الله. حبه بقدونس حلوين كده في الاول، بس انا عايز اعمل له ارطيه، حبه جرجير كده اهو في الاول، كلام جميل. ونجيب معلقه نعرف بس اللقمه دي الاول، ونحط لها كمان ورقتين جرجير. مش عايز احط طحينه جوه السلطه وبتاع واقلب الدنيا، بالعكس احنا عايزين بس نوضح كل حاجه، واللي ياكل بنفسه بنفسه براحته يعني، كل واحد براحته. بص سندوتش سجق عامل ازاي، سندوتش بيتي وبلدي وخفيف نظيف كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. والباقي نغرف برده، بحيث اللي عايز يزود نقص يعمل نفسه فيه. بالهنا والشفا. ونطلع بيه على طول على المائده. يلا. ده السجق والكبده، فاضل لي رصه، بسم الله. تمام. اللي بيخلص بنطلعه على منديل برده. كل ما تكون الكبده مقطعه رفيع كل ما يكون احسن، بس الكبده دي في منها رفيع وفي منها تخين، انا بحب اوضح كل حاجه، هات الكبده الرفيعه افضل عشان ما تشوفش مننا زيت. انا عاوز تاخد بس وقت شويه في التنشيف، مش تقول لا، بس انا بتكلم في ده وبتكلم في ده، كله ياخد تسويه واحده. تشم النار وبتطلع. اهو. تمام. نطلع بيها من هنا. الزيت السخن. سيب دي شويه تاخد وقتها تتنشف شويه، تطلعها مع اخواتها. تعالى اعمل سلطه الطحينه على السريع. سلطه الطحينه النهارده اعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ومختلفه عن كل مره. ازاي؟ نجيب الطحينه الاول، بسم الله. نفضي الطحينه كده. تمام. كلام جميل. مضرب. وتعالى بقى عند الحوض كده سيكه، ميه ساقعه، وقلب لحد ما تفك. تمام. بقلبها كويس جدا لحد ما تبقى معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. ابدا اتبلها بقى واوضحها اكتر عشان هنا البوله مطرح التقليب مش لطيف. بص القوام يا حماده،
كلام جميل، كلام جميل. اه ايه بقى اللي تحطه كده؟ هي ما فيهاش حاجه خالص لسه، هي بص ما فيهاش اي حاجه. تعال، سنه شطه، سنه كمونه، سنه ملح، عصير ليمون، سنه خل بسيطه، معلقه ثوم مفروم لازم يكون فيها ثوم، وحبه زيت زيتون، ثوم مفروم وزيت زيتون، فلفل حار مفروم، بقدونس كتير. قلب. طبق على السريع نغرف فيه. نقول لك طبق ده صغير، نجيب طبق اكبر. ماشي، البوله دي حلوه قوي. بول الطحينه محترمه تاكل، مش شكل بس. هي اللي فيها النهارده مختلف، فكره البقدونس والفلفل الحار. عايزين نجود بقى فيها ونخلي التست اعلى على الوش كده. معلقه هريسه مشطشطه حواليها، سن البقدونس، وتوتش زيت زيتون، متشكرين. امان يا استاذ، واضحه معاك؟ تمام، نطلع بيها على المائده. كده فاضل عندي ايه؟ الكبده. طبق السلطه جنب السلطه. نجيب عندنا كبده المحمره. لو قلنا مقدره اقتربت مننا مقدره تاني، صح؟ بجبت عندي حبه ميه بصل، وجبت عندي كمان معلقتين هريسه مشطشطه، وحبه كمون، وحبه ملح، و بص كده اهي اللقمه اهي، وجرجير، والنفس ده فيه كله، نطلع بيه على طول. طيب قول لي عايز ايه؟ هتقول لي ختام، بس انا ارد بس على الكبده عشان برضو الناس ما تزعلش مننا. جبنا هريسه، ميه بصل، سن التوم بس من غير زيت عشان خاطر فكره البانيه بتاعها او فكره الرده ما تبقاش عامله عازل منها. يبقى عندي توم بسيط، عندي ميه بصل، عندي كمون، عندي شطه، عندي حبه هريسه، سنه ليمون، وقلبتهم كويس مع بعض، ونزلت عليهم بكبده اتسابت 10 دقائق ربع ساعه عشان تشرب من بعضيها. بطلعها افضيها من التتبيله، احطها عندي في الرده، ادخلها عندي الفريزر شويه عشان تتشمع او تلجها. بس سجق زي ما حضراتكم شايفين بالخلطه، عندي كبده بالرده، عندي سلطه سبع عصفور بالكبده، وعندي سلطه طحينه بالبقدونس والهريسه والفلفل الحار، وعندي كمان مخ بانيه. دي كانت اكلتنا بكره ان شاء الله لو لنا عمر مع حضراتكم. بكره الاربع يوم الاطفال، حاول نعمل حاجات تكون لطيفه الاطفال بيحبوها ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. والسلام عليكم.